هذه الوقفة هي وقفة من أجل الكشف عن القتلة الذين في فترة سابقة اعتدوا على مواطنين سلميين اللي هم احنا نسميهم ثورة تشرين وعاد اكتوبر. وايضا هذه الوقفة هي للكشف عن المخطوفين. يعني احنا نحن نتهيب بالحكومة الحالية ان يكون عندها موقف جاد وحقيقي من اجل الكشف عن المخطوفين ومن اجل اقرار حق الشهداء والقضية الاهم احالة كل الذين ساهموا بالاعتداء على المواطن العراقي الى محاكم عادلة. وهي قضيتك 100% يا شعب، ما تقولش عليه، وهي قضيتك
طبعا هذه الوقفة هي لربما تكون نموذجية من نوعها بسبب تردي الوضع الصحي اللي موجود بالعراق حاليا. لربما هذه المناسبة أو هذه الوباء عام كل العالم، لكن نشوف يكون استثنائي ويكون نموذجي مثل هيك وقفة لتردي الأوضاع الخدمية والسياسية والاقتصادية اللي موجودة بالعراق. لذلك مثل هيك وقفة ومطالبة وتغيير نظام وتغيير حكم تكون نموذجية بالعراق أو ببغداد تحديدا. نشوف أنه كم هائل من الحس الثوري اللي موجود حاليا إحنا كإعلام ينبغي أنه نسلط الضوء عليه أكثر، لأن أكو حركة شبابية ثورية نشطة، أكو عناصر نسوية دا تشتغل ودا تعمل بشكل جاد، أكو مطالب لحد الآن على مدى 4 أشهر أو 5 أشهر أو أكثر ما طبقت ولا نفذت ولا تحقق مطالبها بتغيير رئاسة الوزراء وشخص رئيس الوزراء، لكن لحد الآن هي وعود ووعود مجمدة ما بها أي تغيير. تأتي هذه الوقفة احتجاجا على مسلسل اغتيالات وخطف الناشطين والمطالبة بالكشف عن الجنات والذين يستبيحون كل شيء في هذا البلد، مستهترين بالقوانين وبالأمن الإنساني ومتحدين الدولة بطريقة فعلا أصبحت تشكل خطرا على الأمن الوطني بشكل كامل. وبالتالي نحن نطالب الحكومة وعلى رأسها السيد الكاظمي بالاستعجال بكشف هؤلاء ومحاسبتهم وأطلاق سراح المختطفين بأسرع وقت ممكن. نحن جئنا هنا لنفرض وليس نطالب، لنفرض على السلطات أن تكشف عن قتلة الكثير من المثقفين والمبدعين، قتلة شباب انتفاضة تشرين. يجب أن يكشف عن القتلة وأساليب الدولة العميقة في الاختطاف. الاختطاف مرفوض، هذا ليست هذه ليست وسيلة سياسية. عليهم احترام الرأي والرأي الآخر. يجب أن يكشف عن مصير هؤلاء الشهداء، من قتلهم ومصير المختطفين. مثلا أين مازن لطيف؟ أين جلال الشحماني؟ أين توفيق التميمي؟ عليكم الماسكين بزمام السلطة أن تكشفوا عن مصير هؤلاء. أيضا هناك في هذا الصيف القائض الكهرباء تنقطع، الماء غير متوفر، الصحة، التعليم، الخدمات كلها غير متوفرة. منذ 2003 عندما كنتم في المعارضة أوعدتم الشعب أنكم ستصنعون له جنة عدن، وإذا أنكم صنعتم له خرابة وشقيت الصف الشعبي وأسستم لبوادر حرب أهلية وفرقتم الشعب بين مكونات وطوائف. تقتلون شعبا بالمظاهرات. عار عليكم أيها الطغاة، تقتلون شعبا بالمظاهرات.
هاي الوقفة احنا تضامنا مع الشعب العراقي اللي عانى ما عانى من سقوط من السقوط لهسه. ما شفنا اي شيء من كل الحكومات اللي اجتي، بس احنا نقول حسبي الله ونعم الوكيل. وانا اريد اقول يعني احنا كنا نتامل خير بالسيد المصطفى الكاظمي، بس ما نشوف اي شيء. الرواتب انقطعت، المعيشه ماكو زين، هذا الحظر التجوال شنو؟ سجن بالبيوت نموت احنا، دكاتره ماكو يسدوها. واهدي هاي القصيده للعراقيين كلهم. صح العراق انجرح بس هذا مو مقياس، صح العراق انجرح بس هذا مو مقياس. النخل من ينجرح ما يشتكي من الفاس، ما دام اسمنا علم، ما دام اسمنا علم، يعني احنا تاج الراس ينقاس بينا الذهب مو بالذهب ننقاس. علمني جرح الوطن، علمني جرح الوطن، اضرب مثل للناس، الخوة مو بالعدد، الخوة رفعت راس، الخوة مو بالعدد، الخوة تاج الراس. يوسف اخوته 11 وحسين بس عباس، يوسف اخوته 11 وحسين بس عباس. انا عراقية بنت عراقية، انا ابويا سني وامي شيعية، انا بنت العراق كرادة وعظمية. بغداد، بغداد ضحكة شمس، بغداد هالهولة، بغداد ضحكة شمس، بغداد هالهولة، بغداد ليش الدمع صاير الستولة؟ من ورا ناس قدرين ومن ورا ناس طمع قتلهم وماكو أي نتيجة للشعب العراقي. احتجاجية استنكار للقمع اللي دا يصير واختطاف الناشطين المدنيين والفعالين بالمجتمع العراقي. فهاي الوقفة هي وقفة احتجاجية استنكار لكل شيء دا يصير، لكل محاولات القمع سواء للناشطين، للناس المطالبين بحقوقهم مثل المحاضرين وغيرها، للثوار، لكل الأرهاب والميليشيات، أعمال الميليشيات الأرهابية الحالية دا تصير بالعراق. هذه الوقفة وقفة احتجاجية لاستنكار وإدانة التغييب و ابن الشطاء يكونون هناك في خطر، طبعا تمارس عليهم القوى الامنيه والقوى الغير المجهوله متابعتهم ومطاردتهم، وحتى وصلت الى حد الاغتيالات والتصفيه الجسديه. فعليه هذه الوقفه هي ادانه واستنكار لهذه المواقف والخروقات الامنيه اللي تضر بمصلحه الاحتجاج السلمي في العراق. تاتي وقفتنا الاحتجاجيه هذا اليوم وفي ساحه الفردوس بالضبط، وذلك استنكارا لما تقوم به القوات الامنيه من قتل المتظاهرين المتواجدين في ساحه التحرير وفي جميع سوح الفداء والتقرير، وان الادعاءات التي يطلقونها بعض القوات الامنيه بان المتظاهرين هم الذين يستفزون القوات الامنيه وتؤدي بهم الى نتائج سلبيه، تؤدي بهم الى اطلاق النار عليهم وقتل معظمهم، وان هذه الاعمال لم تنم على الاخلاق التي يجب ان يتحلى بها افراد القوات الامنيه، وذلك مراعاه للظروف الانسانيه التي يمر بها المتظاهرون بالذات وحياه ابناء الشعب العراقي الكريم، وان الوعود التي اطلقها لا تنم في اي صله على انه يفي بوعده ويلتزم بتنفيذ لمطالب ابناء الشعب العراقي. الوقفة اليوم هي حقيقة جت لتحفيز الحكومة الجديدة للكشف عن قتلة المتظاهرين والشخصيات اللي دا يتم اغتيالها في الشارع
في المحافظات، قمع التظاهرات السلمية، قمع مطالبات واعتصامات الطلبة الخريجين الشباب من أجل توفير مجال عمل لهم. تتواجه هذه التظاهرات بقمع وبقتل وأيضا أساليب غير إنسانية، وهذا طبعا الحقيقة هو جرح للمشاعر الإنسانية، وأيضا هو خرق لكل ما صرح بحكومة الكاظمي، وصرح بالكاظمي نفسه بأنه لن يكون كالسابق، وإنما راح يكون مع الشعب مع المنتفضين، ويلبي طلبات الشعب وطلبات المنتفضين، طلبات المعتصمين، آلاف الشباب في كل المحافظات، وأيضا اللي يبحثون حقيقة عن مجال عمل. من أمس واليوم، أحداث أمس واليوم، قدمنا أيضا ساحة التظاهرات، قدمت 3 شهداء و17 جريح. بدأ يضرب المتظاهرين، يعني منو ضرب المتظاهرين؟ يعني هذه أيضا رجعنا إلى الطرف الثالث، يعني إلى طرف ثالث. أمس من ضرب المتظاهرين؟ يعني قوات اللي ضربت الشعب أمس، قوات التظاهرات اللي، واليوم أيضا اليوم أصحاب الستر الصفراء اللي ضربوا أصحاب الشهادات العليا اللي كانوا معتصمين أمام البرلمان. يعني هذول كلهم محسوبين على قوات أمنية، قوات حكومية، الحقيقة هي اللي دا تضرب المتظاهرين. فالظاهر هناك دور مزدوج أو دور غير واضح للقوات الأمنية، اللي هو المفروض تحمي المتظاهرين السلميين وتحمي حياتهم. لا، بالعكس، اللي صار من أمس واليوم، وأيضا طريق الشهادة بعد مفتوع الآخرين، لأنه إحنا سمعنا أنه 17 شاب ما زالوا أيضا يعانون يعني بجروح خطيرة في المستشفى. هذه الوقفة هي امتداد الاحتجاجات اللي احنا دا نعاصرها، دا نشوفها اليوم من يوم 11 الى اليوم، لكن هالمرة احنا بيها طابع انه احنا دا نضغط على موضوع كشف قتلة المتظاهرين، عمليات وسلسلة الاغتيال المستمرة، اذا سواء كانت المتظاهرين او بالنسبة للناشطين. احنا هاي الوقفة نريد نعرف مصير المفقودين، لليوم احنا ما نعرف عنهم اي شيء. فهي هذا جزء من الحراك اللي يعني ما مختلف، ولا هو جزء آخر عن حراك الاحتجاجات اللي موجودة من 11 لليوم. دور القوات الأمنية اللي للأسف مفقود من بداية التظاهرات لليوم. احنا نعاني من انه جميع السوح الاحتجاجية مخترقة، ممكن تدخل لها اشخاص مسلحين، ممكن عندهم اشخاص يجون يعتدون على القوات الأمنية بأسماء المتظاهرين وغيرها، ولكن هذا بالتالي هاي مو مسؤوليتنا احنا كمتظاهرين انه نفتش ونشوف اللي داخل الساحة شنو عنده وشنو ما عنده. بالتالي هاي مسؤولية الأجهزة الأمنية، وهذا الخرق الأمني يحمل به مسؤولية الجهاز الأمني المسؤول عن يعني عن حماية المتظاهرين وحماية سوح الاحتجاج. Thank you.
وقفت هذه الوقفة للمطالبة بأحد أهم مطالب انتفاضة تشرين وهو الاقتصاص من قتلة متظاهري الانتفاضة، وأيضا المطالبة بالكشف عن قتلة كتاب الكلمة الحرة. واليوم تتجسد مطالبنا بشكل واضح وصريح بعد الاعتداءات السافرة يوم أمس واقتحام ساحة التحرير من قبل قوات الشغب لقمع المتظاهرين، وتسببت باستشهاد عدد من المتظاهرين وعشرات الجرحى. وكعراقيين نرفض بشدة هذه الأساليب، ويجب أن يتوقف القمع والقتل فورا ضد المنتفضين السلميين، وإلا سيكون التصعيد سلميا وواضحا. وهذه الوقفة هي تعبير عن مطالبنا الصريحة للحكومة المؤقتة التي أتت بوقفتنا من اعتبارا من 1 تشرين 2019 ولغاية اليوم. على هذه الحكومة المؤقتة أن تنفذ مطالب الجماهير الواضحة والتي طرحتها انتفاضة تشرين. هذا الاعتصام هسه الان في ساحة الفردوس هو لكشف واقع حال هاي الحكومة الأخيرة، حكومة الكاظمي ووعوده الكاذبة ووعوده التي حبر على ورق. هذه الوعود هي التي قتلت هؤلاء الشهداء. امبارح بالليل يعني هجموا على ساحة التحرير وهي بحصانة دولية من الأمم المتحدة وحصانة أيضا من الحكومات السابقة، فقتلوا المتظاهرين وخطفوا متظاهرين أيضا، وعلى مرأة ومسمع من جميع قنوات العالم ومن الحكومة العراقية أيضا. أنا أقول لشخصية مصطفى الكاظمي، ماذا فعلت؟ ما هي إجراءاتك التي اتخذتها من استلامك المنصب لحد الآن؟ أين وعودك؟ أفعل وأعمل وأعطي وعود وأعطي انفتاحات إلى الشعب العراقي. يا أخي كفى كذبا على هذا الشعب، اتركوا هذا الشعب يعيش بحرية وسلام، سلموا الراية إلى الجيل الجديد. لقد صدئت حكوماتكم المتعاقبة وأكلها التنمل. افتحوا صفحة جديدة مع هذا الشعب الرائع، الشعب العراقي الكريم، شعب الحضارات، شعب سومر وأكد وآشور وبابل. اترك الراية للجيل الجديد رجاء. كافي قتل، كافي تدمير، كافي خطف، كافي تهجير، كافي تهميش. تلونت سبل طرقكم في القتل، تلونت يعني حتى وزارة الصحة حولتوها إلى منجم من القتلى والموتى، منجم يضخ قتلى ويشع قتلى إلى أنظار العالم. كافي كلام وتنديد، والقتل يوميا يزيد. ما نريد لجنة للتبرير، نريد القاتل يظهر إلى العيان حتى يعتبر عبرة لمن اعتبر. وبها الجماهير من أجل معرفة قتلة المتظاهرين الذين خرجوا بثورة عارمة ضد الظلم والطغيان. البارحة يعني صار اللي نستغرب من عدة بصراحة، تظاهرة سلمية ساحة التحرير
تلاقوها بالرصاص والاطلاق الحي وبالكواتل، صعبه كلش. زين، سيارات الاسعاف ما تقدر تدخل، سيارات الاسعاف ممنوع تدخل، حطينا شهيدين بيها، شهيدين والعديد من الجرحى، صعبه كلش هذه، يعني ما تصير. رئيس الوزراء الجديد الكاظمي كنا نتامل من عنده تنفيذ كل الوعود اللي انطيتها حال تنصيبك لرئاسة الوزراء، لكن ما شفنا شيء جديد. يعني قتلة المتظاهرين وين صاروا؟ حطيت وعود على قتلة المتظاهرين تشرين وراها هشام الهاشمي، يعني تسويفها صعب كلش، يعني يثبت بانه اكو خلل بها، اكو خلل هنا باجراءاتكم اللي تصير. المفروض من تتخذون قرار يجب تنفيذه فورا. التسويف ما يفيد، التسويف راح يرجعنا للقضايا القديمه. رؤساء الوزراء السابقين نفس العمل سووه، ما شفنا شيء جديد الان، كلها كوبي بيست للاجراءات السابقه. نتمنى من رئيس الوزراء الجديد، من السيد رئيس الوزراء، الكشف عن قتلة المتظاهرين باسرع وقت ممكن لاثبات صدقيته بهالمجال. طبعاً بالبداية احنا هاي تظاهرتنا خرجت في سبيل الكشف عن قتلة المتظاهرين، قتلة ثورة تشرين، وأيضاً عن المغتصبين. احنا نريد نسأل رئيس الوزراء الكاظمي وحكومته، انت طيت وعد وطيت عهد بأنه تكشف عن الجهة اللي قتلت ثورة تشرين، شباب تشرين، وأيضاً المغتصبين. لكن للأسف 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 أقوله، صار شهرين ما شفنا أحد، لا محاكمة لا قضاء، لا أحد كشف إن الجهة اللي قتلت شبابنا شباب تشرين ولا اللي اختطفوا. المغتصبين وين؟ مازن وين؟ توفيق وين؟ علي جاسم وين؟ منو اللي اختطفوا؟ منو اللي أخذه؟ منو الجهة؟ أنت طيبنا وعد لكن ماكو لحد الآن. أضافة إلى المرحة قتلت الشباب، قتلت ساحة التحرير. أولا خدمات ماكو، كهرباء ماكو، مي ماكو، تعليم ماكو، صحة ماكو. وباء كورونا انتشرت قتلت المئات من العراقيين، أثبتت أنه صحة فاشلة. 17 سنة إن استلمتوها من 2003 لحد الآن ما شفنا أي خدمات، مجرد سرقة أموال، مليارات الأموال انسرقت وراحت خارج العراق. لا مدارس، لا مستشفيات، لا كهرباء،
تمشي وينك وينك بس وعود يا رئيس الوزراء يا الكاظمي. هاي مظاهرتنا اليوم ونوعدك احنا طالعين يومي حنطلع الى ان تكشف لنا عن الجهات اللي قتلت ولدنا. احنا ضد القتلة. هذه الوقفة احنا بدنا نوقفها احتجاجا على القتل والخطف وهذه الجرائم اللي هي بالاساس لتكميم الافواه. هذه الجرائم مو اعتباطا وانما اجت نتيجة الدولة العميقة والقوى الاخرى المتنفذة من الفاسدين والمجرمين واللي اكلوا اموال الشعب واللي لازال الشعب هذا ينادي من اجل الغاء الفساد، من أجل محاسبة القتلة، من أجل حصر السلاح بيد الدولة، من أجل الحرية للقوى الديمقراطية وقوى الحق والعدالة الاجتماعية. طبعا هاي مو هسه اجت وإنما اجت من تراكم كبير وكثير. احنا نعتمد على كلام رئيس الوزراء اللي هو وعد انه راح يحاسب القتلة، راح يمسكهم، راح يقدمهم للمحاكمة، ولكن احنا هذا كله ما نشوفه. بصراحة هاي الوقفة هي وقفة احتجاجية على قتل الناشطين، قتل المدونين، اختفاء الناس المثقفين. فهذه الوقفة هي ضمن احتجاجاتنا والتراكم الكمي اللي صار من خلال الجرائم، من خلال القصر، من خلال الغبن، من خلال الفساد، من خلال الظلم الاجتماعي اللي احنا هسه نعيشه. طبعا خلال الفترة السابقة القريبة والبعيدة الكثير من الضحايا تم إما اختطافهم أو قتلهم أو جرحهم. فهذه الأعمال لحد الآن اللي تقوم بها الحكومة أو مجموعات خارج الحكومة ولكن لها علاقة بالحكومة لحد الآن لم تكشف لا تفاصيلها ولا من قام بها، إذا كان هو المنفذ أو إذا كان هو الآمر لهذه الجرائم. كل هذه الأعمال هي جرائم ضد الإنسانية، جرائم منتهكة لحقوق الإنسان. فلذلك تكون هذه الجرائم يجب الكشف عنها، ووقفتنا هذه هي من أجل دعوة للحكومة لكشف هذه الجرائم على الشعب، إضافة إلى أن هنالك اختطافات على مثقفين. هؤلاء المثقفين لهم أهمية بالمجتمع، لهم أهمية في الوسط الثقافي والمشهد الثقافي. فلذلك نجد بأن الدولة لم تهتم بهذا الموضوع. نجد بأن الدولة الحكومة بالذات جعلت من قضية العنف السلاح منتشر ولم تجمع هذا السلاح بيد الدولة. وحتى أن رئيس الوزراء الحالي يقول أننا سوف نجمع السلاح بيد الدولة فقط، ولكن عمليا ما زال منتشر. فهذا السلاح يقتل، هذا السلاح يختطف، يجعل من الناشطين والمثقفين في حالة من الخوف، في حالة من احتمالات الاختطاف، احتمالات القتل، احتمالات الضغط بأشكال مختلفة. فلذلك هذه الوقفة من أجل مطالبة بجعل الموضوعات الخاصة بالجرائم سوف تكون يجب أن تكشف، ويجب أن يكون الرأي العام هو الذي يعرف بهذه الجرائم من قام بها. Yeah.
ما همنا حر ولا برد بقلوبنا الدفئ.